شاب عراقي محب لكرة القدم، طموحه أن يصير معلق رياضي. شارك لأول مرة في مسابقة في قناة رياضية عربية عالمية، واستطاع أن يكون واحد من أفضل 8 معلقين بالوطن العربي. وبهالمسابقة تأهل للمرحلة الأخيرة اللي كان المفروض تبدي بالشهر الخامس، ويبدي التصويت على موقع القناة عبر رابط، لكن مثل ما تعرفون بسبب جائحة كورونا توقف كل شيء، ومنها هذه النشاطات الرياضية. معنا دكتور لاوين هابيل اليوم حدثنا عن تجربته في هذه القناة وفي هذه المسابقة. أهلا وسهلا بك دكتور لاوين. أهلا وسهلا بك أستاذة رقية، تحياتي لك الإعلامية المميزة والراقية، وتحياتي لكل شباب القناة الإشرافية للأستاذ فراس السراي، وعلى رأسهم مدير القناة الأستاذ سعد البطاط. سعيد جدا بتواجدي وياكم. القناة الإشرافية دائما ما عودتنا أنها تدعم الشاب العراقي والمواهب العراقية. لاوين حدثنا عن هذه التجربة، يعني أنت أول مرة تختبر نفسك كمعلق رياضي، احكي لنا عن التجربة وشون جت لي هالفرصة. أنا بصراحة من صغري وأني أحب كرة القدم، وكان البرامج الخاصة بالتحليل الرياضي على القنوات العربية، وقبل عدة أشهر فكرت أنه أنا أشارك برنامج التعليق الرياضي على قناة بين سبورتس، قناة عربية عالمية، وشاركت بالقناة، دزيت لهم فيديو عبر الانستغرام على هاشتاج البرنامج، والمنتج الخاص بالقناة الأستاذ عادل رمزي سمع صوتي وأخذ رقمي وضافني على جروب الواتساب الخاص بالمعلقين العرب المتواجدين من كافة الدول العربية. وبعدين لجنة التحكيم سمعوا صوتي وقاروني بين أفضل 8 معلقين على الوطن العربي على هاي القناة، أفضل 8 معلقين شباب، ووراها صار تصويت على الرابط على موقع القناة، والحمد لله الجماهير العراقية ساعدتني صوتت لي، وصلت للمرحلة النهائية اللي كان المفروض تبدي بشهر 5، بس بسبب الظروف وانتشار وباء كورونا تأجلت والدوريات توقفت، بس ان شاء الله بشهر 8 راح ينطلق دوري ابطال اوروبا، ووقتها ان شاء الله راح تبدا المسابقه، بنتظر خبر من اداره القناه. طيب اذا حسب ما سمعت الصوت دي يعني متقطع دي وصل، لكن انه بالشهر الثامن راح يكون هناك التصويت، حتى ممكن اذا فاز بها لاوين راح اذا الجائزه شو تكون المكافاه؟ ان شاء الله هسه احنا 8 معلقين متأهلين للمرحلة النهائية من كافة الدول العربية، وأنا العراقي الوحيد المتأهل إلى النهائي. إذا فزت إن شاء الله راح أمثل بلدي على هاي القناة وأعلق على نهائي دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج إن شاء الله هذا الموسم. إن شاء الله أتمنى من الجميع يساندني في المرحلة النهائية، خاصة الأشخاص اللي عندهم ثقل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات، على راسهم قناة الشرقية ان شاء الله وقنواتكم ان شاء الله. طيب يا لاوين انت شلون دربت نفسك؟ حقيقة اني مثل ما قلت لك من صغري واني اتابع كرة القدم واحب التعليق. نعم. التعليق الرياضي واتابع المعلقين، يعني زمان كان عندنا المعلق الكبير شيخ المعلقين استاذ مؤيد البدري، مرات كنت اتابع الفيديوهات مالته، واتابع المعلقين العرب خاصه عصام الشوالي، رؤوف خليف، حفيظ الدراجي، واني معجب جدا بالاستاذ حفيظ الدراجي، فدائما اتابعهم، من خلال هالشيء اكتسبت خبره بالتعليم الرياضي وشاركت بالقناة، والحمد لله اللجنة اختارتني ودائما يتواصلون وياي واشارك بالقناة. طيب احنا خلينا نشوف فيديو لك بثت القناة كانت المشاركة في هذه المسابقة، وخلي الناس تتعرف اكثر على طريقة تعليقك. كرة في وسط الملعب، تعود لكوادرادو في الجهة اليمنى، كوادرادو والأرضية خطيرة، مانزوكيتش، جول 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 جول. لوين هابيل، برناردو سيلفا تقدم، كرة من برناردو سيلفا خطيرة، كريستيانو، كول 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 كول.
في الصندوق يتقدم يسدد جول. هذا طول للبلوز. إذا استمعتم لمعلقي الأوبيان، لديكم الفرصة بأن تعلقوا على نهاية دوري أبطال أوروبا من هنا من قناة بين سبورتس. أحمد، أي هذه الأصوات قد أعجبك؟ نشكر جميع المشاركين الشباب، يعطيهم ألف عافية صراحة. أنا أصفق لعمر ولوين، أعتقد لوين عمر ولوين صراحة، عمر لزيلة شي زي هيك. في واحد أيضا أعتقد محمد، ثلاثة تقريبا عايشون الأجواء وعاشوا الأجواء، يعني هي أكيد يعني مباراة إعادة، بس لوين وعمر وأعتقد محمد وكأنهم يعلقوا المباراة. طيب لوين يعني مثل ما شفنا يعني كان هناك إطراء، أنت وكم واحد كان إطراء، وهذه محطة عالمية، ودائما أصور هي الدوريات العالمية أيضا هي تطلع عليها. لاوين، شنو الشروط بالمعلق؟ شنو الشروط المطلوب توفرها عفوا في حتى تكون معلق؟ نعم، أي معلق لازم يتوافق عنده الشروط. أهم شيء الصوت، المهارات الشخصية، الدفاقة، سرعة ردة الفعل، حضور الذهن، نبرة الصوت، يعني هذا أهم شيء، نبرة الصوت، يعني لازم المعلق يكون واثق من نبرة صوته، لأن نبرة الصوت هي حلقة الوصل بين المعلق والجمهور المشاهد اللي يتابع كرة القدم، الآن هو ما يشوف المعلق بس يسمعه. فمخارج الحروف لازم تكون سليمة، مخارج الألفاظ، حتى المقابل يفهم على المعلق، ولازم المعلق يكون عنده بصمة على المباراة اللي يعلق عليها، حتى من تنتهي المباراة كم عدد سنوات الناس تتذكر هذا المعلق. وأهم شيء ابتعد عن التقليد، يعني أكو مفهوم خاطئ من مثلا واحد يقول للثاني أنا يعني معلق، قبل يتذكر بالتقليد عبارة هو يقلد، لا، التقليد فن وشيء، والتعليق شيء ثاني تماما، يعني لازم المعلق يكون له اسلوبه الخاص بالتعليق، لازم يكون له كاريزما خاصه بالتعليق الرياضي، يختلف عن الثاني ويحط بصمته على كل مباراه. طبعا اكيد لازم يمتلك ثقافه رياضيه واسعه وخاصه عن كره القدم. انت بمن متاثر؟ انت قلت لي انه كنت تسمع اكيد شيخ المعلقين الله يعطيه الصحه والعافيه مؤيد البدري، وبعد بمن تاثرت من المعلقين العراقيين؟ نعم، ربي يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله. مثل ما قلت لك اتابع مرات الفيديوهات التعليقيه الخاصه بالاستاذ الكبير مؤيد البدري، ومن المعلقين الاخرين يعني عندنا هواي معلقين بالعراق، مثلا الاستاذ علي لابتا، الاستاذ راعي ابناي معلق شباب، عندنا المعلق الاستاذ محمد الهركي، المعلق الشاب مصطفى علوان معلق قناه الدوري والكاس، بس اني كلش معجب بالاستاذ الكبير حبيب الطراجي، تقريبا ثلاث مرات ظهرت على قناه بي ان سبورتس وحكيت وياه، سويت مقابله يعني وياه المعلق الكبير حبيب الطراجي، واتمنى ان شاء الله في يوم اكون معلق بقناه عربيه. طب على مباراه المنتخب العراقي الاخيره، المباريات العالميه، لان احنا بالعراق صراحه من كل المجالات يعني الشاب العراقي مظلوم صراحه. اليوم عرفناكم على دكتور لاوين هابيل، ساعدوه في تحقيق حلمه، ممكن تتابعوه عند صفحة على حساب على الفيسبوك وأيضا على الانستغرام، إن شاء الله يرجع نشاط رياضي، ومثل ما قال بالثامن، وممكن تصوتوا له على رابط اللي عبر قناة، وإن شاء الله يحقق حلمه ويعلق على الدوري العالمي. هذا نفس يعني نفس اللي تحدثنا قبل شوية ويا آدم، من قلت إنه الإنسان يشتغل على نفسه، يشتغل على حاله، حتى شو وقت ما تجي الفرصة هو يكون جاهز وما يضيعها.